ما عندنا مشاكل من تبان خربوا لهم البيوت وخلوهم على طول. السلام عليكم ماتيلا. ممكن تعاودي لنا على هذه الاوضاع خصوصا اننا كنشوفوكم دابا منعسين هنا في الزنقه اوضاع ممكن تعاودوا لنا شنو طاري بالضبط؟ اش نقول لك حنا دابا انا مثلا دابا من شهر جوج وانا مريبه وانا غدا جايه دابا مول الكرا جرى عليا ما لقيتش باش نكري، جمعت حوايجي ديتهم للعروبيه ما لقيتش عند من نمشي ما لقيت عند من نجلس، وليت يوميا هنا كنت نبنت عند واحد السيده هنا منين ريبوا ليها دابا الغالب الله. واخا اختي واش انت من الناس اللي من حقك انك تستافد؟ نعم انا عندي جوج بيبان. عندك جوج بيبان؟ عندي جوج بيبان، باب ديال واخذ ولدي هذاك درنا فيه محيط درت فيه التجاره قدامه قال لك لا حيت داك الباب دخلت فيه التجاره ما دايش في الاحصاء، وانا عندي باب اخر ديال السكنه، عندي جوج بيبان، وانا مشيت حتى لعند الوزيره السابقه وقالت لي انت عندك حق في البقعه علاش ما عطاوهاش لك، انا نعيط لهم متصل بهم ومشيت ثاني للتمد. السيده الوزيره اكدت لك على انك انت عندك الحق ديالك، قالت لي عندك الحق انا نتصل بهم ويعطيوك البقعه. ولكن هاد الناس ملي تجي عندهم تيقول لك لا انت مشيتي للاعلام، انت مشيتي للاعلام وشهرتي في اليوتيوب ما نعطيوكش. يعني انت من الناس اللي كيقولوا لك ما غاديش تاخذي لانك درتي في الصحافه؟ نعم هادشي اللي كاين. اه وانت دابا شنو عطاوكش؟ ما عطاوك لا نصب وقعه؟ لا والو، مثلا ما تيهضروش معايا حتى في شي حاجه، انا ما تيقولوا لي لا ما كاين حتى شي حاجه، انا معمره البقعه، عندي الورقه باش معمره البقعه. واخا حاولتي تدخلي عند السيده المكلفه بهذا تسجيل الاحصاء اللي هي مدام ازمه؟ نعم دخلت عندها هذيك السيده شكروها لنا، قال لك السيده الله يعمر ليها الدار. ولكن منين دخلت ما دخلاتش، قالت لي لا هذاك الباب الثاني فيه التجاره والتجاره ما دخلاش. شحال وانت معتصمه في هذا المكان لالا؟ انا يا من هذا النهار كله من الصباح حتى لدابا وانا هنا. الابناء ديالك واش مشاو للمدرسه ديالهم؟ الاولاد البنت الصغيره سجلوها لي واحد المحسن الله يجازيهم بخير، والاولاد الاخرين كل واحد العائله فرقتهم على العائله. هاد الناس هادو متعنتين معاك ما بغاوش يعطوك زعما ضد في داك الشغل؟ لا ضد وانتقام، ضد وانتقام داروا لي هاد الشيء. انا من حقك تعبري عن رايك في الاعلام في اي بلاصه، من حقك تعبري عن رايك. لا قال لك لا، قالوا لي لا. يعني ما كاين لا استفاده لا من بقعه ولا بقعه كامله حتى شي حاجه والو، لا بقعه لا معين لا سكن لا من يشوف فيك لا مسؤول يلتفت ليك لا شي واحد اللي يدخل ويهضر. ما خليت طرقت باب العماله، ما مشيت للعامل براسو دفعت له الشكايه، مشيت للرباط للرئاسه، مشيت لهذه الوزاره السكنه، السيده الوزيره بالحق استقبلتنا بواحد استقبال وسمعت لينا. فاش مشيتي عند السيده الوزيره واش عطاتك شي برا شي واتساب؟ ما عطاتني حتى حاجه، قامت باتصال هاتفي فقط، قالت لي غنقوم باتصال هاتفي وخذات النمره ديالي. ما عرفناش خذات عندي النمره قالت لي نسيت تستحقي البقعه، انا نعيط لهم يعطوك البقعه ديالك، ولكن ما شنا تجاوب ما شتا حاجه. الحاجه هو ان السيده الوزيره استقبلاتك وهاد الناس هادو بغاو يستقبلوك، ما فهمتش كيفاش. هنا ما كاينش، انا دابا جايه دابا لسيمانه تناخذ النمره ما تندخلش والو، ملي اللي هضرت معاه تيقول لي لا. شي منعك بالضبط؟ ماشي تيقول لك ما عندكش الحق، ما بقاش هذاك النص بقعه صافي، تيقول لك انت يا ما عندكش الحق، انت كاع بلوك 10 تبعين محكمه. وانا مريبه، انا مريبتش دابا، انا مريبه من شهر جوج. واخا ولكن حنا سمعنا ربما انباء انا ما ناكدش، ولكن سمعت بانه كاينين شي ناس يعني ماشي من حقهم يستافدوا واستافدوا كاع بزاف بلا حساب. يعني وانت اللي بلا حساب هذوك بلا حساب. كيفاش داروا معك هادشي؟ واش عندكم شي دلائل اولا شي ناس ما كانوش؟ عندي، هذا هو اللي خلاهم ينتقموا مني. عندي دليل، عندي انا دليل وعندي تسجيلات، ولكن انا نخليهم حتى للرئاسه العام الرئاسه النيابه العامه، وغنعطيها لهم وغنعطيها لوزاره الداخليه، ما غنعطيها لحتى واحد، انا نعطيها لهم باش غيشوفوا هادشي اللي داروا ميا الناس. هما دابا انتقموا مني حتى انا. اه تواصلتي مع رئاسه النيابه العامه؟ لا باقي، لا مخليها هي الاخرى، انا تنشوف هاد الناس شنو يديروا معايا، انا تنشوف هاد الناس شنو يديروا. خاصك تمشي عندها وديري عندهم شكايه عاد باش تدخل، ما يمكنش. ايوا ما عرفتش انا هادي هي النتيجه. انا دابا انك ريبتي حبيا حيت يعني سمعيني حاجه، ملي كنقولوا انه كاين خروقات راه خصنا نبينوا الخروقات فين كاينين، ولو اسم او جوج الاسماء باش حنا نبينوا لهاد الناس هو راه كاين الخرق، راه ماشي ما كاينش غير هضره، ما
ما حنا ما كنبينش الدلائل، ربما كتجي من الهضره ديالك اولا ديال بعض الناس ساله. نعم الناس داروا حلقات مكنونا من دلائل، وانت راك عارفه انهم استافدوا. يا للعجب، ايوا هادشي ان شاء الله اللي غندير انا، هادشي ان شاء الله ما خديتش حقي، ضعت انا. هالنتيجه هي التشرد ديالي انا، دابا من نهاري صباح دابا هكا في الزنقه مشرده. يلا حتى واحد ما التفت لينا، حتى شي مسؤول ما تدخل، حتى شي واحد ما جاب حد في هاد الاختلالات وهاد التلاعبات ديال هاد الناس، حتى حد ما قال نجي نسولو ونبحثو ما كاينش. عيينا دابا انا واحد السيد من الامن جا عندنا قالنا راه واخا راه ما كاينش هادشي، راه ما صوتك راه ما غيوصلش. يعني ما عرفتش انا، ما عرفتش انا كيفاش، ما عرفتش كان ما عندوش علاقه بهاد المسائل اللي عندهم علاقه وما هاد الناس ديال الاحصاء ولا ربما ديال العمر. وانا ونزيد عاوتاني نقول لك، انا السيده بامو قالت لي راه واخا توصلي حتى الملك، حاشا سيدنا راه نصره الله، السيده بامو قالت لي واخا توصلي حتى الملك بهاد اللفظ قالتها لي. وحنا سيدنا نصره الله راه التفت لينا وعطانا هاد الهبه الملكيه، لكن راه ما شفنا حتى شي حاجه. انا بعدا حاليا انا تضررت بزاف، انا تضررت، شردوني شردوا ولادي. خصوصا ان ربما كاين انباء على ان صاحب الجلاله كيتواجد حاليا. انا هاد النداء ديالي تنوصلوا لصاحب الجلاله، وتنوصلوا لوزيره السكنه السيده فاطمه الزهراء المنصوري، تنادي المسؤولين ديال الرئاسه النيابه العامه وزارة الداخلية يتدخلوا في هذا الشيء. أنا عندي دليل عليهم وباقا تنقولها عندي دليل. أنا بغيتهم يتدخلوا يشوفوا أنا هاد الناس هادو علاش داروا لي هاد الحقرة أنا. واخا كانوا بعض الناس قالوا أن كاينين شي طبيبة ربما ورجلها محامي شي بقعة وهذه. هذيك سيدة بلوك 10، هذيك سيدة بلوك 10، هذيك السكنة كانت ديال الدعارة منذ 30 سنة، هذه كانت ديال الدعارة. ديال واحد السيده ونادوا بالشكايه ديال الجيران، نادوا شكاو القائد السابق، شكاو له وجاو ريبوها. من بعد حاليا ترقمت في الارض وشراتها اكبر طبيبه وراجلها اكبر محامي وداو بها احسن بقعه. لا انا اللي من الساكنه وعندي اربعه الاولاد، وعندي الاولاد مرادين، عندي الولد عنده اعاقه ذهنيه، عندي ازماتيك، عندي البنت عندها تتعاني من ضعف البصر متبعه في الاختصاصات. انا اللي عندي مسؤوليه والدواء الدائم، راني ضعت، راني تشرت، انا تكرفصت هنا، انا ما عندي دابا حتى باش نكون عين الناس. هي واحد السيده الله يخلف عليا اللي جابت لينا ما ناكلو دابا، انا ما عندي لا ما نصرف لا ما ناكل لا والو، تنقيل دايعه دابا من الريبو الناس. انا عاد بان فيا التجرد، انا مريبه من شهر جوج وتناكل عيد الناس اللي كانوا هنا وتمشي عند الناس، دابا من الريبو الكل شيء صافي الغالب الله تقهرت. انا شردوني هاد الناس وضيعوني. سبق لك تواصلت مع السيد العامل ولا مشيتي عنده اولا؟ دخلت عنده وقرا الشكايه ولكن ما عطانيش الجواب، تلقى جواب واحد، جواب واحد على الشكايه تقرا على ثلاثه الشكايات. تندخل على القسم اللي فيه السيده ناجيه، تنجي دفعت الشكايه الاولى في شهر ثلاثه، والشكايه الثانيه في شهر اربعه، والشكايه الثالثه في هذا الشهر هذا، تتقرا عليا نفس الجواب اللي تقرا على الاول. ما هو الجواب؟ جواب بانني سبيتي السب والشتم القايد، وراكي جيتي تصالحتي معاه، هذا هو الجواب اللي تلقاه. وانا هذا الشيء ما كاين لا سب لا شتم لا تصالح، انا ما تنتصالحش معاه. دابا خصو يتحقق معاه، خصو يدوز المحاسبه. وياه هما تايقولوش لي هذا هو الجواب اللي تيكون. بزاف خصهم يتحققوا. وخلي لنا راه كنشوفوا بعض ربما كنسمعوا انباء، حنا كنقولوا انباء ان كتقول شي انباء ان ربما اعوان السلطه راه كاين على الطوموبيلات احسن من ديال القايد. تماما واش كاينه واش فري واش انا مع الطياره اللي نشراوهم. كل شيء تبرعوا هما تبرعوا حنا ضعنا، هما تبرعوا حنا تشردنا. نقدم الشراء قال لك واش غنبقاو يعطيكم بقاعي حتى نوصلوا للقنيطره؟ حنا راه ما شنا حتى شي بقعه، البقاعي داوهم الناس الوالا، البقاعي تباعوا البراني، تباعوا على جهد البقاعي، حنا راه ما شنا والو دابا. وواحد المشكله قال السيد الباشا بان الشطر الاول بالبقعه والشطر الثاني جوج بقعه، هل يعقل سيدنا غيعطي هاد الاستفاده هكا؟ سيدنا ما يبغيش للشعب ديالو شي تظلم شي ياخذ الحق ديالو. دابا راه الناس الاولين تبرعوا ودابا ما باقي تيتشرد، الناس البراني خداوها، دابا قال لك لا حكا حكا ترجعوا الملفات اللي فيهم الغش.
على فين كانت هاد العمره انت كانوا هاد الملفات فيهم الغش؟ شفنا بعض الحلقات عند بعض الزملاء الصحفيين البارح الناس زعما كيدخلوا وكيبصموا وكيستافدوا وقالوا بان العمليه راه دازت. لا هذاك 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 واحد الصحفي هذاك واحد الصحفي معاهم تيصور عي السطحي، الناس باقا هو صور غير الوطا وصوروا دايرين احتفال بنهار الحد وجابوا الخزاين كان ما كاين حتى شي حاجه بان كاين كلشي البروتوكول الصحي في حين هادشي كله كان غياب، ما كاين لا بروتوكول صحي لا حتى حاجه، هادشي كان في العز الحجر الحجر الصحي وما كاين حتى حاجه، كاين عيل عيل برارد ديال اتاي واللوز والماكله وكسكسو تيمشي للقهاوي ويجي لهنايا، هادشي اللي كان وحنا تنشوفوا بعينينا وتنتسناو، دابا يعطيونا دابا يحنوا فينا، تصور انا من شهر جوج وانا يوميا صباح وعشيه هنا، تنسالي تنمشي نبات عند واحد السيده وكتنبات عند هاد السيده حتى هي من الريبو ليها بقيت انا تانا الغالب الله. بانك عندك عندك مستندات ووثائق اللي كتفضح هاد الناس. عندي واش عندي. واش مستعده انك تدلي بها قدام جريده صوت العداله؟ هذيك باغا ندير الرئاسه النيابه العامه. حنا نمشيو معاك حتى الرئاسه النيابه. صافي مرحبا غنديو مرحبا ان شاء الله انا تنتحمل مسؤوليه هاد الشيء بانني غادي ندير هاد الشيء. صافي ان شاء الله ان شاء الله انا ما نسكتش. السيد مولاي حسن الداكي اللي هو رئيس النيابه العامه انا ما نسكتش. بالتاريخ ديالو انا ان شاء الله انا ما نسكتش. نقول لك انه الا ديتي ليه المسائل غادي تدخل. لا غنديهم ونزيدك راه جوج مرات يسجنوني تيجيبوا لي البوليس جوج مرات. تحكي لنا نهار 25 شهر جوج جيت على اساس باش ندير القرعه، قالوا لي صافي ريبي اجي راه بقات 40 بقعه، منين جيت باش ندير القرعه جات جا عندي هذا السيد القائد دفعني قال لي ما كاين لا قرعه لا والو، داك البقعه ما بقاتش، قلت له علاش؟ قال لي صافي ما كايناش البقعه. بقيت تنغوت تنبكي تنبكي تنقول لهم لا انتم يا شيويه، لان انا طلب مني واحد القدر على مقابل بقعه تجاريه. شي واحد طلب منك؟ طلب مني قدر، ولكن نهار النهار اللي قلت لهم راه عندي غير 30000 عطى لي واحد المحسن باش نكري غضبوا مني. شحال المبلغ اللي كان مطلوب؟ انا اللي قلت لهم هو مطلوب مني، انا قلت لهم نعطي 100 هي اللي جهدي، ولكن غالب الله والله ما عندي، كون كانت عندي كون عطيتها. ولا انت اللي اقترحتي عليهم مبلغ؟ لا طلبوا مني هما. طلبوا منك؟ طلبوا منك هما. ما حددوش لي المطلب، ما حددوش لي المطلب. واش كان على اتصال هاتفي ولا كنتو في اللقاء؟ كاين هاتفي وكاين مقابله وعندي اوديوات باقا محافظه عليهم. عندي 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 كلشي عندي. دونك كون اديتي داك المبلغ شنو كنتي غتسير؟ انا كون والله العظيم انا ما كانش عندي، كون عندي كورونا دفعته وخديت، ما نتقهرش هاد القهره. انا الغالب الله ما عنديش، انا عي مطلقه وكنت نعيش غير بالتجاره ومع كورونا ما بقاش عندي. انا كون عندي كاع ما نتكرفص هاد التكرفيص هادي راه من شهر جوج. انا راه مي كان عيل بقرب وغابه ساكنه هنايا، انا كبرت هنايا، ولادي الكبير فيهم راه عنده 31 سنه دابا، يعني اكثر من 30 سنه. اكثر من 30 سنه انا راه 46 46 سنه وي راه انا هنايا كبرت. يا كنا غير 50 عام كنا ساكنين والله اخويا زعما شردوني الله ياخذ فيهم الحق. هادشي اللي نقول انا ما لقيت. شحال كاينين تقريبا ديال المتضررين اللي عنده نفس الاوضاع تقريبا ديالك؟ يعني بحال هاد السيده ها هي. شحال نتوما من احد معتصمين؟ شحال من واحد معتصم في هاد المكان؟ وراه هاد الناس كاملين كلهم ما عطاهمش حقهم، راه هادو كلهم كلشي هادشي بايت انا راه كلهم ما خداوش حقهم راهم. هو مسكين غوت تاعي ها هو ما كاين حتى شي حاجه. صافي ما احنا اصلا تشرنا وخابط عندكم شي مسؤول ولا التليفون. نعم واخا واش بطا عندكم شي مسؤول الى حدود الساعه ولا لا شي مسؤول هو وازن ربما؟ لا لا ما تسوق لنا حتى احد، لا ما تسوق لنا حتى واحد. مشاو خرجوا سالا وعياو ومشاو سدوا. هو علاش ما نسجمتوش بعضياتكم ودرتوا واحد الجمعيه لانها تقدر تكون درنا جمعيه وهاد الجمعيه واش هادوك الناس اللي فيها استافدوا ولا ما استافدوا؟ لا هضروا على ريوسهم الجمعيه واستافدوا. استافدوا هما وخلونا حنا. يعني هذوك الناس اللي بالاعضاء ديال المكتب ديال الجمعيه هما اللي داروا جمعيات خدمه صالحه. عندنا دليل بانهم هما كاين شي وحده خدامين معانا كانوا معانا ولاو معاهم. هذوك الناس اللي درنا هذيك الجمعيه بقاو السند ديالهم هما. انا من هذا المنبر تنوجه الرساله ديالي لمحمد السادس ناصره الله وايده، وتنوجه النداء ديالي للمسؤولين للوزاره الداخليه
والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري بغيناها تدخل والرئاسة النيابة العامة. انا من هذا المنبر تنبغيتهم يتدخلوا ويشوفوا انا راه تقهرت لا اله الا الله، انا راه شردوني هذا الله. كل واحد عنده مشكل، انا مشكل ديالي ماشي بحال هاد السيده، انا شاريه البراكه بالنص انا والوالده ديالي، في الاحصاء جاو لقاوني انا ولادي وراجلي ولقاو امي هي وليداتها. مني جاو اللجنه اللي كتسجل في الاحصاء قالوا لي انت غتهضري على ولادك وامك غتهضر على ولادها. جينا فعلا عطاونا بقعه عمرنا الوريقات، مني جبناهم ليهم قال لك ولات نص بقعه. هاكم بقعه عطاوني عندي الاوراق ديال الشراكه عندنا كل شيء. من عطاوني البقعه شويه تفاجئ قال لك لا ولات نص بقعه. عطاكم شي استفسار علاش؟ مني قلت لها علاش قالت لك هكاك القانون ما بقاش يعطيكم بقعه علاش هكاك؟ ما معطاوناش شي تبرير. القانون هذا كيتبدل بين ليله وضحى. جين وضوحه وعلى من ما بغات يتبدل تيتبدل. اللي عنده البقعه ولات النص واللي عنده النص ولات البقعه. انتوما كتعرفوا الناس استافدوا بقعه كامله. كاينين الناس اللي ما عندهمش هاد الاعضاء اللي عندنا. استافدوا بغينا نعرفوا. ما فهمناش يا جابوا شركاء وهميين. يا جابوا داروا شي حاجه خارجه عن القانون وعطوهم. كاين اللي جابني شي ناس ما ساكنينش وحنا حنا اللي ساكنين ما كاينينش. كاين اللي جابوا والدي عمامو جدودو من شي مدينه ما كايناش ما قريباش كاع لسلا والسافد، وحنا اللي ولاد الرباط ولاد سلا ما عطاوناش. قال لك لا ماشي من حقكم. مني ماشي من حقنا في الاول ما يقولوش لنا عندكم بقعه. لا وهاد الناس اللي كيستافدوا انتم كجيران كتعرفوا الناس البرانيين بطبيعة الحال. الناس فاش دخلوا ما تحركتوش ديك اللحظة. حنا تنتحركوا. ما كاينش اللي يسمع لينا. العون ديال السلطة راه كيعرف هاد الناس. العون السلطة عارفنا وحنا مقيدين سمي الأرقام ديال البرارك اللي استافدات وهي برارك وهمية. فيها خاصة تكون نصف بقعة. عطاوهم بقعة. وحنا اللي خاصنا بقع حيدوهم لينا. حنا كنطلبوا منهم يحققوا ويعطيونا حقنا. راهم ضيعونا. راهم شردوا لينا وليداتنا. راهم ضيعونا. واش الناس عندهم 10 ديال الافراد وكيعطيوهم نص بقعه؟ وراه كاين الناس اللي عندهم ثلاثه الحلمدانيات في اس في براكه وحده وكيقول لهم غتمشيو في نص بقعه. هذا ما يمكنش. وفي حين كاين اللي عنده غير فرد واحد جوج يعطيوه بقعه كامله كيف ما بغاها هو. علاش هاد التمييز؟ علاش حنا ما بغيناش التمييز؟ حنا بغيناش التمييز، بغينا كل شيء يمشي بحال بحال. عطاو بقعة عطاونا الكاملين، عطاو نص عطاو لينا كاملين. تنوجهوها لسيدنا الله ينصره الله يخليه لينا. هو كيعطينا وهما كياخذوا لينا. هما خداو لينا ضيعونا حنايا. تيقول لك خدينا الدعم. اش من دعم خدينا؟ حنايا كنخلصوا. الا عطاونا حنا اللي غنخلصوا على هاد البقعة. حنا اللي غنخلصوا عليها. وبالنسبة للناس دابا مثلا الناس اللي غيستافدوا واش كيأديو شي واجب ولا شي؟ تيأديو. راه البقعة كطلع عليهم بربعة المليون. ربعة المليون. اللي ما عندوش غيبيعها. وفي حين أنه ما تيقول لك البقعة راه في بلاصة مزيانة. البقعة راه كتساوي 13 مليون 14 مليون. واخا ما كتشوفيش ربما أنه خلال وخا يعطيو. خالتي سالي. واش ما كتشوفيش أن ربما وخا يعطيو كاع بقعة كاملة وراه ما كاينش ديك المبالغ باش غتخدمو كاع بقعة كاملة. من حقنا نهز الشيء اللي عطاونا بقعة. من حقنا ناخذوا عليها ضمان. غنحطوا ضمان البقعة وغيعطيونا كريدي بحال اللي دابا حنايا كاريين غادي نعطيو طريطة البنكة. ولكن هما ما داروا معنا والو. تعطيونا نص ما عندناش حق نهزوا على نص بقعة. فين ما مشينا تيقول لك ما عندكمش حق. في حين هاد الناس عطاونا البقاع وحيدوهم علينا بغينا نعرفوا علاش. في حين شي وحدين في الاساس ما عندهمش البقعة عطيتوها ليهم. ما كانش عندهم بقعة ورجعات البقعة. اذا فين مشات هاد النص بقعة ديالي انا؟ تبخر ولا داو وحدين اخرين. كاينين الناس اللي ما ساكنينش وخداو بقعة كاملة. ما ساكنينش. وكاين اللي خدا جوج ثلاثة البقاعي وشركهم. صحاب المقاهي خداو البقاعي، صحاب الحمامات. علاش حنايا اللي حنا الشعب اللي مضرور، حنايا السكان اللي مضرورين. خاصهم هما يتعاونوا معنا حنا يعطيونا حقنا. تياخذوه منا حنا ويعطيو لواحد عنده.
هادشي راه لا يعقل. لا دعم لا بقعة لا حتى شي حاجة، تيقول لك راكم خديتوا الدعم، اقسم بالله ما خدينا شي دعم، راه ما كاين لا دعم لا والو. هو لا لا حنا انتوما كنساء يعني واش ما كتخافوش في هذا الليل انكم تقولوا ما غاديش تعلقوا هذا الاحساس ديالكم وغادي تزيدوا فيه؟ انا شخصيا وليت نشوف عين الموت صافي، حنا قتلونا هاد الناس، حنا صافي ضيعونا. كتقطعوا الارض وكتقطعوا بالسماء وكاين لا مراحيض لا حتى شي حاجه، كيفاش واش نتوما يعني هاد راه حاله مزريه. حنا هاد الحاله ولينا نعيشوها منين دمرونا هاد الناس، منين دمرونا حنا صيفطونا اصلا هما شردونا. ياك هما ساكنين في ديورهم هذا ماشي مشكل، هما حنا دابا راه تشردنا ما عندناش حنا فين. هما ناعسين وحنا ما مسوقنا حتى واحد، هادشي راه لا يعقل. واش هما ناعسين وحنايا فايقين في الليل؟ كاينين ما عرفناش حنايا شنو كاينش في المدارس ولاولادنا شردونا. انا ولادي ما دخلتهمش للمدرسه، انا ولادي بنتي غتدخل للمدرسه هاد العام ما دخلتش، ماشي مشكل. انا بنتي ما دخلتهاش للمدرسه هاد العام هذا، ولدي راه هو نعسان الناس. شنو هو السبب ما خلاكش انك تدخلي؟ فين هو الساكن؟ فين نقيد ولادي؟ فين انا عندي عائلات انا وبنتي، وعطوني نص بقعه واش انا غنموت؟ انا مريضه، انا عندي السرطان. هاي بنتي معايا، هاي طلعنا السيده فاده كامله وشويه مصونه. قالت ما بقاش بقعه ولا نص بقعه، كانت عندنا بقعه طلع على السيستم في المحكمه. جاتني السيده انا وماما وبابا، وانا عندي جوج الاولاد ومعايا الراجل. من جيت دخلت لهنايا قلت لهم انا عندي السيده فاده كامله، قالك لا ما عندكمش سيدة. هاد الناس اللي ضيعوا عباد الله، شي وحدين ساكنين عندهم اي حالة مدنية وحدة وخذوا بقعة، وحنا اللي عندنا جوج حالة مدنية وربعة العائلات فينا يمشيو؟ وقولي فينا يمشيو؟ حنا ناعسين في الزنقة، حنا تشردنا في هاد الناس في الزنقة عباد الله. صافي حنا الموت حسن لينا، جلالة الملك هو اللي عطانا، عاش الملك. هو اللي عطانا، هو اللي ما ياخذ لينا حتى واحد، هو اللي عطانا جلالة الله ينصر الملك، ينصر جلالة الملك. عاش الملك وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك. بغينا الملك يجي تبريك وعاش الوطن وعاش الوطن. حنا واحد الرسالة كنوجهوها لسيدنا الله ينصرو، يشوف من حال هاد الضعفاء ويجي يدير شي. حنا رسالتنا كنوجهوها لسيدنا الله ينصرو، الله يخليه لينا ملك الضعفاء. هاد الناس راهم كلاونا في حقوقنا، راهم ضيعونا وشردوا ولادنا وشراو الصحافه وشراو الصحافيين اللي عطيناهم اصوات وعطيناهم براهين وادله. ما تباعوا، عافاكم عافاكم، عطيناهم براهين وادله وراوهم ليهم، ولاو تيبتزونا بهم، تيقولنا هادشي غندخلوكم به الحبس، ما عندكمش حق تصورونا وحنا كنشدوا الرشوه. هادشي راه لا يعقل يتقال. يعني هادو الصحافيين خدوا ديروا ما متخدمين. الصحافيين صحافيين باعونا باعونا. البارح جا صحافي قال لنا الصحافي بفمو، عيطنا له اليوم ما تسميش. قال لنا الصحافي قال لنا راه ماشي مني، راه من رئيس التحرير، جا الشيك من عندهم وسحب الفيديوهات اللي هضرنا فيهم البارح. علاش مالنا حنا؟ واش حيت حنا فيديوهات البارح؟ اه هضرنا البارح، في حين هذوك الفيديوهات ما لقيناهمش، ما لقيناهمش في اليوتيوب. علاش حنا جميع البيبان تسدوا؟ كلشي البيبان تسدوهم في وجوه. واش حنا حيت ساكنين في العشوائي ما من حقناش نهضروا على حقوقنا؟ حتى حنا راه مواطنين، حتى حنا راه مواطنين ومضرورين، حتى حنا راه مثقفين وعندنا اجازات، راه ماشي كنهضروا من فراغ، رحنا مثقفين. يعطيونا حق حتى حنا نهضروا، يعطيو حقنا وليداتنا يقراو، ربما حتى حنا ولادنا تنتمناو فيهم الخير، ها هما ضيعوهم لينا. انا عندي جوج وليدات باقي من الان ما حد الان ما لقيتش شي مدرسه تقبر عليهم. تيقول لك عندنا اقتضاد من ولاد البرارك، اولادنا ولاد البرارك فين غنحطوهم؟ واش ما نقريوهمش؟ واش ما نقريوهمش؟ راهم ضيعونا. حنا كنطالبوا في سيدنا انه يدير تحقيق على هاد الناس اللي هنايا في سلاف، والسيد وزير الداخليه ووزيره الاسكان، السيد رئيس النيابه العامه، كلشي رئاسه النيابه العامه، كلشي تنطلبوا منهم يديروا تحقيق ويجبدوا لنا حقوقنا. عطاونا بقاع يردوهم لينا، عطاونا بقاع يطرد. علاش الرباط كامل مشى بقعه بالراكه بقعه الا سله؟ سله اللي تهضمات حقها، ما لقاش اللي يهضر عليها. علاش سله بالذات؟ علاش عطاونا حقوقنا؟ كيف ما عطيتيهم الناس اللي في الرباط وفي كازا في كلشي المغرب خدا حقوقه الا سله؟
سلا لقات كلشي باغي يصرب، حتى واحد ما باغي يعطي، كلشي باغي يشد. واحد المعلومه الله يجازيك بخير، حنا جميع البيبان طرقناها انا وهاد السيده، ما خلينا فين مشينا، تيعطيونا تيقولنا راه غتمشيو، ولكن ملي تنجيو نقولوا لهم كاين دليل تما تيغمضوا عيني تيقول لك لا 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 صافي صافي حقك هو غادي تاخذي، حنا نعيطوا لهم حتى حد ما بغى يسمع بان شنو واقع شنو كاين، تنقول لهم ها هو عندي دليل ها هو تما، تيقول لك لا 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 صافي خلي انت عندك البقعه ديالك، صافي حنا نتصلوا بهم، ولكن حتى حاجه ما شنا، حنا باقين حنا باقين، النتيجه هي التشرد ديالنا، ما عندكمش حق تهضروا، لا مضرورين بزاف مضرورين، وعندي جوج حمالات في الدار، وانا ولدي انا ولدي عندي جوج حمالات قال لي تاخذ النص، و 50 عام و 40 عام ولا ساكن هنا، ولدي ولادي هنا، ودرت الشكايات الاولى درت الثانيه وما قبلوش مني ديك الهضره. دابا انت ما استفدتيش كاع الحاج ولا؟ واه ماشي ماشي معقول هادشي. عطاكم النص. جوج حال ما درت عندي في الدار. ولدي مجوج معايا وكل شيء وقال لي تاخذ نص. وعندي سبعة نفوس ولا أكثر في الدار. مجوج ولدي بالكاغيط. مجوج بالكاغيط بكل شيء عنده أوراق وعنده كل شيء. نبني ولا كان تيقول لك يلا. هذا راه ماشي معقول هادشي ما عطيناش الحق ديالنا. اللي عنده شحال مدينة ما يستافد ما بقينا استفدنا حتى جوج حال مدينة عندي وجوج جوجات عندي وشحال سبعة نفوس عندي وقلت لها تاخذ النص ولدت ولادي هنا ساكن 50 عام ولا 60 ولا ساكن هنا ماشي حق هذا اللي داير لينا حسبي الله ونعم الوكيل اختي بقى عندي اخر سؤال بالنسبه للانزال الامني هنايا علاش بالضبط الانزال الامني قال لنا ما عندكمش حق ما عندكمش حق تحتجوا هنايا سيروا سيروا لشي بلاصه وجلسوا حنا ما عندناش فين غنمشيو وريونا هاد البلاصه اللي غنمشيو ولا نحتجوا فيها مشينا للعماله جراو علينا فين ما مشينا كيقولوا لنا واخا دخلوا تستقبلونا يجريو علينا مشينا للوزاره تيقولوا لك واخا وكيعطيونا وعود كاذبه فين ما مشينا للعماله درت انا شكايه مشيت لوزاره الاسكان درنا شكايه مشي فين ما كانت شي بلاصه كنمشيو الشكايه درنا تقريبا في ربع السكنه والتعمير درنا شكايه بغيت غير شي بلاصه الديوان لاله مريم درنا شكايه ما خليناش شي بلاصه ما مشيتش انا وهاد السيده حتى واحد ما بغى يجيب لينا حقنا في حين انا وتعيطوا لهم حق ولكن ما كاينش اللي غيعطي لينا ها حقنا كاين فينا هو ما هما بدات انا وهاد السيده بدات ولا عنده حيت عندنا عليهم دلائل ولاو دايرين معنا ضد ما غاتمشيوش في بقعه فوقاش غتمشيو رئاسه النيابه العامه باش نكونوا معاكم ان شاء الله ان شاء الله هاد الايام هاد الايام ان شاء الله من بعد غدا نمشيو ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا نمشيو انا